بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلقت الشوط الخامس للخيل المؤجنة لأصل إنتاج محلي تكافؤ الدرجة الخامسة لمسافة الون مايل. هنا الجهات تندفع بقوة ومحاولة لخطف الصدارة من رقم اثنين السارح مع المدرب العنود المالكي ملك السادة مربط العنود والخيال كارلوس هيريك. أيضا محاولات من الجهة الخارجية كما نشاهد، يبدو لي رقم 11 عزيزة الزعيم إلى المركز الأول والصدارة ملك السيد فيصل بن علي العطية المدرب أحمد قبيسي والخيال جيفرسون سميث. محاولات كذلك تأتي من سعادة السيد مشعل بن علي العطية مع حشمة الزعيم والمدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازمنت. وأيضا هناك محاولات من شيخة للسادة مربط العز مع أبو محمد وسفيان سعدي. الجهات تقترب من المنعطف قبل الأخير، لازلنا مع عزيزة الزعيم في الصدارة في المركز الأول، شيخة في المركز الثاني والمركز الثالث الآن مع السادة مربط الجريان تحيل إلى المركز الثالث، بين السارح في المركز الرابع. محاولات كذلك من بقية الجياد عند التوجه للمنعطف الأخير في خامس أشواط هذا المساء على المضمار العشبي في نادي سباقي والفروسية. الجياد ككتلة واحدة جميلة تندفع نحو المنعطف الأخير، نتابع وإياكم عزيزة الزعيم في الصدارة. محاولات من الجهة الداخلية والخارجية، السادة مربط الغزالي من الجهة الخارجية بالكاب الأحمر نشاهد، ومن وسط الجياد اندفاع ديليبييرو، ولكن هنا مالك إلى المركز الأول والصدارة للسادة مربط الغزالي والمدرب جاسم الغزالي ولوينومي إلى المركز الأول. السادة مربط الغزالي والشوط الخامس من نصيبا في هذه الأمسية. إذن مشاهدينا الكرام، بالنسبة للنتيجة النهائية والرسمية للشوط الخامس، المركز الأول نشاهد هنا رقم 13 أول الواصلين مالك للمدرب جاسم الغزالي ملك السادة مربط الغزالي والخيال لونومي، والمركز الثاني رقم 6 في هذا الشوط جي إس تحير من تدريب محمد بن حمد العطية ملك السادة مربط الجريان والخيال اشتبان مازور. المركز الثالث رقم 3 في هذا الشوط تفاهم مع المدرب جهاد خالد الأحمد ملك السادة مربط إنجاز والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع رقم 16 في هذا الشوط من خلال نير بوثيلة من تدريب بدر بلوشي ملك السيد راشد محمد راشد الغانم العذبة والخيال ألبرتو سنا. والمركز الخامس رقم 9 في هذا الشوط متمرد المدرب جهاد خالد الأحمد ملك السادة مربط إنجاز والخيال هنا جزوبي كولوتراتو. ألف مبروك للفائزين في الشوط الخامس ومزيدا من الانتصارات للبقية إن شاء الله في الشوط السادس وبقية أشواط هذه الأمسية، فابقوا معنا.